السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أعزائي المستمعين أقدم لكم النهارده المحاضرة الخامسة من مادة تطبيقات في النشاط الكهربائي للعضلات موضوعنا النهارده هيكون عن إجراءات التنفيذية لتجهيز العينة لإجراء قياس النشاط الكهربائي للعضلات وطبعا احنا اتكلمنا عن تحديد العضلات ووضع الاقطاب السطحيه والغائره في العضلات اتكلمنا عن الموضوع ده في المحاضرات السابقه والنهارده وعرفنا برضو النظام التسجيل اللي هنشتغل عليه وعرفنا الاختبارات الخمسة اللي موجودين في البرنامج والمعالجات دي الواجهة اللي فيها الخمس اختبارات وطبعا بنحدد الاختبار وفقا لطبيعة القياس اللي احنا هنختاره والمهارة، فدول الخمس اختبار موجودين عندنا في البرنامج، عندنا هنا الإجراءات المتبعة لإجراء قياس النشاط الكهربائي للعضلات، عندنا إجراءات ما قبل إجراء القياسات وعندنا أثناء إجراء القياسات وعندنا إجراءات بعد القياسات. هما التلاتة بيتفقوا في إن الإجراءات اللي جواهم بتبقى مرتبطة باللاعب، أو مرتبطة بأجزاء خاصة بمكان إجراء القياس، أو إجراءات خاصة بجهاز القياس، زي ما إحنا شايفين هنا، برضو في أثناء القياسات بيبقى فيه إجراءات مرتبطة باللاعب، وإجراءات خاصة بالمكان، وإجراءات خاصة. بجهاز القياس وبرضو ما بعد إجراء القياسات بيبقى فيه التلات نقاط دول وطبعا التفاصيل هنتكلم فيها في الشرايح القادمة إن شاء الله طبعا أنت ممكن تحط أي نقاط إضافية لكن أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بجايد أو بعرفك كل منطقة في القياسات ديت بنقول فيها ايه أول نقطة عندنا طبعا احنا بنحدد المهارة المراد قياسها قبل ما. اشوف اللعيبه اللي انا هعمل عليهم القياس بحدد المهاره وبعد كده بحدد العضلات المساهمه في اداء كالمهاره من خلال البحث داخل المراجع العلميه المتخصصه للتشريح عشان نشوف ما هي العضلات المساهمه في اداء كالمهاره فاحنا لو عندنا مهاره الركل اللاعب لما بيبدا يقوم بالحركه التمهيديه فبيرجع برجله لورا ففي عضلات عامله العضلات الخلفيه تمام قبل ما بيقوم بعمليه الركل وبعد كده اثناء اداء الجزء الرئيسي من المهاره عضلات مقابله بتقوم بالاداء لتحقيق الجزء الرئيسي من المهاره اللي هو الركل فاحنا بنشوف في المراجع المتخصصه ايه هي العضلات المساهمه او المشاركه لو كانت بقى ركله ببطن القدم او ب... او ركله اماميه بوجه القدم الامامي وهكذا عندنا جمع بيانات اللاعب او اللاعبين في استمارة مجمعة بنكتب بقى فيها الطول والوزن وتاريخ الميلاد والاسم ثلاثي او ثنائي النوع ذكر او انثى وهكذا عندنا بنقوم بعملية تطهير للمكان اللي هيتركب فيه الالكترود وطبعا لو المكان ده بقى فيه مشعر او فيه اي نوع من انواع الاوساخ فاحنا بننظف المكان ده او بيتحلق بالادوات المناسبه وطبعا من بنحط الالكترود في منتصف العضلة كما هو متبع في داخل برنامج الميجا وين برضو بنحط جل على الجلد بعد التنظيف وده لزيادة قدرة التوصيل الكهربي من العضلة الى الالكترود من الالكترود الى, الى الاسلاك وجهاز الإيميجي ام عشان نتأكد ان الاشارة قوية وسليمة بعد كد من خلو المكان من اي اجهزه قد تؤثر على اشاره الجهاز مثل الهواتف المحموله او وجود افراد غير مشاركين في عمليه القياس ممكن يتسببوا في عمليه ازعاج او خروج تركيز اللاعب عن اداء المهاره فاحنا لازم نتاكد تماما ان الجو مناسب جدا لعمليه القياس وطبعا انت عاوز تحط اي نقط تانية ممكن تحطها ودي طبعا هت هتسري من قيمتك كطالب تخصص عندنا اجراءات خلال القياسات التاكد من سلامه المكان والجهاز وتجربه مراحل خلال تشغيله كنش بقى في ميه على الارض ما يكونش في عوائق تخلي اللاعب يتكعبل او يقع او يقعد يزق في في الاساس اللي موجود مثلا علشان يوصل الجهاز فاحنا نتاكد تماما يوم القياس ان مفيش اي حاجه تعوق دخول اللاعب لمكان الجهاز خلال القياس عندنا برضو اداء اللاعب الاحماء وتكرار اداء المهاره بشكل متكرر يعني ايه يعني ما يجيش اللاعب من بره او من البيت ونقول له يلا ابدا المهاره وبعد ما نكون وصلناه لا ما ينفعش الكلام ده لازم يجري لو في ملعب مثلا مجاور يجري يعمل احماء يعمل دورانات ويعمل احماء استاتيكي وديناميكي ويكون كده الجو مهيأ ومرح وما يكونش فيه اي شد عصبي في اليوم ده وبيبدا يعمل المهاره بشكل تمثيلي بدون الاداه لو هيعمل مثلا الفور بال... في, في رياضه التنس فبيبدا يشتغل بشكل تمثيلي كانه ماسك المضرب بدون ما نوصل له اقطاب ولا اي حاجه وبعد كده بقى ممكن يمسك المضرب وبرضه يؤدي بشكل تمثيلي بسيط علشان ما يحصلوش كرامب ويبدا يمشي اجزاء جسمه يبدا يكرر الخطوه السابقه بعد توصيل الاقطاب واجراء قياس استطلاعي علشان اتاكد من جوده الاشاره مفيش بقى اشاره مقطوعه يكون في مشكله في الالكترود مشكله في التوصيل لعب عرقان او ممكن اي مشكله ما تعطل من وصول الاشاره بشكل سليم للايه للجهاز، فإحنا بنخلي اللاعب يشتغل بعد ما يوصل الأقطاب برده بشكل تمثيلي، يعملش انقباض كامل، يعملش أداء نموذجي، لأ، بيشتغل بشكل تمثيلي بس عشان نشوف الإشارة واصلة ولا لأ، وإحنا بنقيس، كل ده خلال إجراء القياسات، بيعمل كذا محاولة كذا محاولة، وبعد كده بنخليه يعمل محاولة كده بجد أو بنسبة تسعين في المية من الأداء النموذجي، علشان نتأكد إن الإشارة تمام. وصل تمام من كل العضلات للجهاز وبعد كده بنبدا يعمل اللاعب المهاره بشكل نموذجي كامل بكامل قوته وهكذا علشان نتاكد ان القياس فعلي بيبدا يعمل كذا اداء وياخد راحته تماما وطبعا ممكن انت تحط اضافه لمزيد من الاجراءات وفق امكاناتك كطالب تخصص ننتقل الى اجراءات بعد القياس التاكد من صحه القياسات بإعادة تشغيل القياسات يعني أنا حفظت القياسات خلاص ما أقولش اللاعب بقى لا يلا شيل حاجة من على رجلك وكده لا خليه زي ما هو ونشغل الداتا ونتأكد تماما إن الإشارات للعضلات كل العضلات المتوصلة سليمة ونكررها مرة واتنين وتلاتة من أولها لأخرها وبعد كده بعد ما بنستعرضها تماما وتأكدت من حفظها تماما نبدأ نزع أسلاك التوصيل طبعا فني من اللاعب. وبرضو لو انا كنت في الملعب بره ممكن استعرض البيانات ديت من خلال جهاز الاي جي على الشاشه الصغيره اللي عليه جهاز المحمول ده لو هو بذاكره يعني خارجيه قبل ما ارجع المختبر علشان أه لما اجي اتعامل مع الداتا جوه المختبر مالاقيش ان الداتا بتاعتي ناقصه او فيها اي مشاكل يبقى انا لازم استعرضها من اولها لاخرها وبعد كده بنزع الاطراف التوصيل والالكترود واطهر المكان كويس مكان الالكترود ادي اللعب يعني قطنه كده بمحلول معقم كحول مثلا او ميثانول يعني ويبدا ينظف المكان ده بالقطنه كويس جدا وبرضو الفني يمسك الاسلاك اسلاك التوصيل ويطهرها برده بقطعة قطن بسبرتو بسبيرتو أو أي أسلوب طريقة تعقيم مناسبة عشان يحافظ على الأطراف التوصيل تكمل توصيل فيما بعد في مراحل قياسات أخرى ويشيلها بعيد عن الأتربة. عندنا بعد كده معالجة القياسات الخام باستخدام المتغيرات الإحصائية السابق ذكرها في الحلقات السابقة اللي هي الكالكوليشن. عندنا معالجه شكل القياسات من خلال مسطره التول بار والواجهه الرسوميه والايقونات التي على الجانبين طبعا الاشاره بقى كانت جايه لي بره المساحه او كده فانا ببدا اظبطها من الايقونات اللي على اليسار الشاشه وابدا اتعامل واقلل او ازود المساحه بتاعتها بحيث انها تبقى داخل الشكل او داخل الشكل المخصص ليها طبعا مش لازم كل القياسات تتعامل معاها ممكن احدد منطقة معينة واتعامل معاها من خلال الواجهة الرسومية بعد كده في تحديد مساحة معينة للقياسات واجراء معالجة حسابية لها لتشخيص التعب العضلي الفتيج والفجوات الفسيولوجية فسيولوجي وطبعا انت ممكن تضيف اي نقط تانية في تلك المرحلة أهلا وسهلا هنستكمل برنامج الميجا وين أدي قايمة النتايج هنفتح داتا اللاعب وبعد كده هنشوف النتيجة الخام ده الديسكريبشن حساب توزيع البيانات ده شكل ليها ثنائي الأبعاد هنشوف نتيجة تانية ممكن نمسحها من هنا ممكن نستعرضها من هنا. او نمسحها نمسح الداتا خالص هنشوف هنستعرض البيانات دي دلوقتي للاعب دي قراءة تانية ده وراو ستاتيك ده شكل من قراءة البيانات الخام بنعلم عليها بالشكل ده الجزء اللي احنا عاوزين نتناوله بالدراسة وبعد كده ممكن بقى من خلال الورك لودنج هنشوف هنا حساب المتبقي من القنوات خارج المساحة الكلية ده شكل التقرير ده تي ده شكل بي دي اف للتقرير تمام هو شكل زي البي دي إف بس هو خاص بالبرنامج إمتداد خاص بالبرنامج أديني طبعته دوست علي زر الطباعة عشان أطبع الشكل ده للتقرير للورك لودينج حساب المتبقي من القنوات خارج المساحة ده شكل من التقرير اللي أنا بحفظه. ادي هو في بيانات اللاعب وفي قراية لقناتين او عضلتين للاعب هنستعرض اللاعب تاني برضو هيبقى شكل القراية راو تمام هنحاول هنا من اللي هن... هنحاول نعمل كالكوليشن لمتغير الفتيج بالشكل ده هندوس كالكوليشن هيبدا يحسب ويطلع لنا التقرير للفتيج لاربع قنوات او لاربع عضلات زي ما احنا شايفين احنا بنعلم من هنا التقرير اللي احنا عاوزينه اذا كنا عاوزين بقى الفتيج لعضلتين او الاربع عضلات بالاربع قنوات وهكذا ودي المتغيرات اللي احنا ممكن نحذف او نضيف للتقرير ونطبعه ده شكل تاني للتقرير تي اكس تي دي الهوت بوينت اللي احنا عدينا من عليها احنا هنا ممكن نطلع الداتا رقميا اللي هو المعيار اللي احنا متشاورين عليه رقمي او نخل... ندوس على النسبة المئوية علشان نحاول الجزء الرقمي ده لإيه لنسبة مئوية بال... بالمئوي بالنسبة المئوية اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته